كملين معاكم في البريمو، معايا كابتن سيد بازوكا نجم نادي الاسماعيلي السابق، برحب بيه طبعا واحد من النجوم الكبار. كابتن سيد برحب بحضرتك. يا كابتن محمد زي منور، الله يخليك يا حبيبي، دايما بنسعد بيك يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. دايما جماهير الاسماعيلي لما بتعرف ان انت طالع معانا بتقعد بقى تتفرج كده وبتستمتع بيك، لانك بتقول كل حاجه ممكن يكونوا هم عايزين يقولوها. شعبيتكم في الاسماعيلي اكتر مننا. لا لا يا كابتن، عفوا، انا بس اقول البرنامج بتاعكم بالذات ده شرف لينا والله، كل الناس بتتفرج عليه، كل التحيه ليهم، كل التحيه للاهلي الاسماعيليه والاسماعيلي يعني. طيب خلينا ابتدي معاك كابتن بازمه عبد الرحمن مجدي، شافوها ازاي في الاسماعيليه النهارده كل الجماهير نادي الاسماعيلي بالذات يا كابتن، وطبعا كل اللاعبين الكبار والسابقين. بس انا اتكلم على عبد الرحمن مجدي اللي انا عاشرته. اولا انسان مهذب جدا حقيقي، انا اتعاملت معاه ونضيف لابعد الحدود، صحيح، وراجل وجدع وكل الصفات الكويسه فيه، وعمره ما يغلط. هو سوء فهم في اللغه في الكلام، عمره ما يغلط. انا طبعا ما كنتش موجود عشان انا ما بدافعش، انا بس بقول لك الراجل اللي انا اعرفه. انما لو غلط يتذبح. وبعدين على تعالى نرجع لعبت الاسماعيلي على التاريخ بتاع المنتخبات كلها، من يوم ما خدوا اختاروا لعبه الاسماعيلي للمنتخبات، من ساعه ما الكوره بدات في مصر ما فيش لعيب راح المنتخب من نادي الاسماعيلي ليه مشكله. ولا لعيب ليه مشكله، مش اقل من 70 80 لعيب كانوا في المنتخبات، فيش ولا لعيب من لعيبه الاسماعيلي ليه مشكله في المنتخبات، سوء سلوك. ولا لعيب. فلو غلط لا يتذبح، اللي غلط يتذبح. انما انا بقول لك انا معشيت لي وعارفه، والكلام بتكلموا عليه في اسماعيليه انسان طيب لابعد الحدود. طيب طب شايف البيان الخاص باتحاد الكوره؟ انا ما قريتوش، انا قريت على الفيسبوك كده. ف لا يعني البيان ان هو شفافيه، يعني لان اتحاد الكوره عايز يبقى فيه شفافيه في التعامل مع كل الجماهير المصريه، ان في كانت مشكله حصلت واحنا كنا تداركنا الامر هناك وقلنا ان الامور تعدي هناك، وما يجي يبقى فيه تحقيق. هل فكره التحقيق كان الاول وبعد كده البيان ومعاقبه اللاعب، ولا الاول كان التحقيق وبعدين البيان؟ بس عايز اقول لك على حاجه، انا من معشيه المهندس احمد مجاهد. احمد مجاهد ما بظلمش اي حد. انا بقول لك لو مخطئ احنا الاسماعيلي. لا هو كابتن احمد مجاهد مش مخطئ، بس هي فكره ايه؟ لا ما اقول لك لو يعني احمد مجاهد مش يعني ما عاوز اقول لك ما بظلمش حد. يعني ممكن يبقى متسامح في حاجات كتيره. هو القرار انا سمعته يعني ما قريتوش، اتقال لي. وانت طبعا استضفت الكابتن علاء وحيد وقال لك فهو لو مخطئ يتعاقب، بس انا بقول لك من معاشيتي ليه عمره ما يغلط عبد الرحمن مجدي. بس يمكن اللغه هو دي بقى نقطه، بس احنا يعني نتمنى كل نجومنا ان شاء الله اللي جايين فكره اللغه دي مهمه جدا جدا ان يبتدوا يشتغلوا عليها. لكن انا بقول لك كابتن اصقيل وقال بقى ما بعد البيان يعني ما كانتش حلوه في حق عبد الرحمن. هي دي النقطه، بس ما دي اللي عملت بلبله. دي اللي عملت بلبله، دي اللي عملت بلبله. فهي فكره ان انا اعمل بيان ولا كنت استنى ما اعملش البيان ده وابتدي اخد التحقيقات وامشي في سير التحقيقات ويطلع بقى اللي يطلع. بقول لك والناس اسماعيليه لو غلط مش هيسيبوه. بس يعني دلوقتي الدنيا عماله تروح وتيجي يا كابتن، بتروح بتيجي. بص احنا لا احنا بص احنا لما نيجي نتكلم عن النادي هتكلمك كتير عن النادي، بس مش عاوز اتكلم دلوقتي. الاسماعيلي؟ لا الاسماعيلي ده كابتن نتكلم عليه. لا عندنا يعني. الناس بقوا منقسمين، عمرها ما حصلت في تاريخ النادي. عندنا 3-4 مغرضين على الفيسبوك. فيسبوك؟ بيكتبوا على الفيسبوك مغرضين. بقوا بيتزقوا. هدفهم ايه يا كابتن؟ هدفهم تدمير النادي، هدفهم انه يعملوا بلبله في النادي. فانا ما باخدش على كده. انا اقول لك لما الاسماعيلي جماهير الاسماعيلي شفت الاسماعيلي في الراوند الاولاني جاب 11 بونت كسبان ماتش واحد. الراوند الثاني كل جماهير الاسماعيليه اتلفت حوالين الفرقه، كله ساب الخصومات وساب المشاكل، كله حط ايده في ايد واحده. شفت الاسماعيلي في الراوند الثاني الاسماعيلي ماشي الاول. يعني نتائج قصدك من وجهه نظرك كمكاسب للمباراه، كمكاسب للنادي. يعني انا بتكلم عن المكاسب يعني اللي كسبه. فشوف عمل ايه، لان انا لما كل الاسماعيلي رجعت الاسماعيلي بتاع زمان المخلصين لناديهم جماهير الاسماعيلي العظيمه اللي بتحب ناديهم عملوا كده مع ايهاب جلال. يعني صاحب الفضل نمره واحد في النتائج جماهير نادي الاسماعيلي اكيد، وبعدين ايهاب جلال والجهاز بتاعه.
تخيل لو جمهور الاسماعيلي موجود في الاستاد يا كابتن بقى. ما انا بقول لك ده بقى المتعه بقى للعيبه ده حظ والجمهور بشكل عام لكل الفرق. لا اول الاسماعيلي بالذات. بص احنا عندنا فاروق وانت لعبت طبعا ضدهم وشفت الاسماعيلي طبعا. الاسماعيلي ما تجيش جنبه تاخد عينيه ما تمسهوش، هو بيشجع فرقته بطريقته. يعني عمرنا ما شفنا جماهير اسماعيليه بتشتم اللعيبه. الايام الاخيره شفنا جماهير الاسماعيلي بعض الجماهير بتشتم اللعيبه. ده الناس اللي مش من الاسماعيلي، مش اللي مطبوخين في الاسماعيلي، اللي معجون بعجين الاسماعيلي. انما الاسماعيليه لما بيتحدوا والجماهير ما تجيش جنبها تاخد عينيها، تيجي جنبها ومتحها كوره. تيجي جنبها توقع اي حاجه. يعني ممكن يخرج من الاستاد مغلوب ما يجيش جنب الفرقه الثانيه، طالما انت ما جيتش جنبه، تيجي جنبه توقع اي حاجه منهم. يعمل لك اغنيه في ثانيه. والله يعمل لك اغنيه في ثانيه، تلاقي الاغنيه طلعت في ثانيه. لا يا جماهير جميله، احنا كنا بنستمتع الصراحه لما بنروح هناك في الاسماعيليه واستاد الاسماعيليه. ما انت شوف نفس اللعيبه اللي هو الروني الاولاني، راول الاولاني اللي جايبين 11 بونت، هم نفس اللعيبه الراون الثاني اللي جايبين 24 بونت. يعني انت شايف يا كابتن السر رقم واحد في عوده نادي الاسماعيلي في الراوند الثاني هو جماهير الاسماعيلي. جماهير الاسماعيلي والتف، اصل الجماهير لما تلتف جنب مدرب كويس، كله كان مدرب كويس في الملعب. وبعدين الميزه كويسه انه جهازه معاه. ودي بدايه للاسماعيلي طبعاً، دي بدايه للاسماعيلي انه اي مدرب يجي يسيبوه يختار الجهاز بتاعه، ما فيش اسماء تتعرض عليه. يعني ما فيش حد يقول له خد فلان وفلان، هو يجيب الجهاز بتاعه وتحاسبه. انت بتعمل عقد، عندك تحط شروط العقد اللي انت عاوزها. صحيح. تقول قول لي الفرق اللي عمله كابتن ايهاب. ايه اللي عمله كابتن ايهاب؟ لم اللعيبه لم اللعيبه والجماهير وقفت في ظهره. اصل ايهاب جلال مش ساحر، انت اللي تعرف. ما انا بقول لك هو شخصيه جميله الصراحه. ما انا بقول لك مدرب كويس وكل الصفات كويسه فيه، وهو عمل حاجه سالك مدرب قصدك امال ايه؟ حجز النادي يعني انقذ النادي من فضيحه. اول ما كناش هننزل تبقى عارف، بس انقذ سمعه النادي. فهو مدرب هايل، مدرب كويس كله كان، وتدريبا ومعاه مجموعه محترمه. شوف عشان اقول لك مجموعه محترمه ومدرب كويس، شوف لما جاله الكورونا حمد عمل ايه؟ نفس الاسلوب بتاعه. صح. كلمه في التليفون نعمل ايه، نفس الاسلوب. بس نعماش حمد طلع قال لك انا كسبت ولا انا عملت، لما حتى تيجي تعمل حديث مع اي واحد بيستاذنه ايهاب جلال. دي المجموعه المحترمه النظيفه. عشان كده ربنا كرمه بالجماهير مع بعض، هم عملوا توليفه كويسه، هي النتائج عملت كده. قول لي كابتن، يعني فكره كابتن ايهاب جلال والتجديد ليه، هل خلاص بقى هي دي بالنسبه للجماهير الاسماعيلي هو المطلوب في الوقت الحالي ومطلوب بالنسبه للجماهير؟ بس ايهاب جلال هيقعد مش هيمشي. هو اسماعيلاوي نمره واحد، راجل لعب في النادي الاسماعيلي. نمره اتنين خلاص التوليفه بقت ايهاب جلال هو نادي الاسماعيلي. بس مين اللي هيجدد له؟ محدش يجرؤ يجدد له دلوقتي. اللي جدد لايهاب جلال مجلس اداره اللي هيجي. واحنا نخليهم يجددوا له اجباري، يعني احنا هنجبر مجلس الإدارة يجي انهم يجددوا. يستحق الصراحه، يستحق. ما انا بقول لك، انما دلوقتي كل التفكير في الماتشات اللي جايه. اولا ما عندناش حتى بقول لك لعيبه ونشير كل ده كلام في هكلمك بقى كابتن على الماتشات الجايه، لان انت عندك اول ماتش امام بيراميدز، ده ماتش قوي جدا نادي اسماعيلي، وهو فايق بقى هيعمل ايه قدام بيراميدز؟ هكلمك عليه. خليني اطلع لتليفون كابتن، روح لتليفون كابتن اسامه عبد الكريم مدرب حراس منتخبنا الوطني الاولمبي بعد عودتهم من اليابان. برحب بيه وبقول له الحمد لله على السلامه كابتن اسامه. كابتن محمد ازي حضرتك؟ مبارك يا كابتن، خليك وربنا يخليك ويشكر جدا حضرتك. كابتن سيد عبد الرازق بازوكا معانا كابتن. سلام كتير لكابتن سيد نجمنا الكبير ونجم اسماعيليه ومعشوق الدراويش بصفه خاصه ومعشوق كل الرياضيين بصفه عامه. الحمد لله على السلامة يا كابتن، وهارد لك طبعا. هارد لك طبعا يا كابتن، هارد لك. ويعني بما ان احنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي والحراس المرمى والشناوي وجاد وصبحي، يعني برضو قول لي الامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه لحراسه المرمى كابتن هناك، وكيفيه التعامل بقى مع الشناوي، يمكن لاول مره حضرتك بتتعامل معاه اكيد. لا رقم واحد اللي انا عايز اقوله لك، انا مش عايز انسى الرجاله اللي قعدت هنا في مصر وشيلت معانا وتعبت معانا عشان نوصل كلنا للحته دي. ده كان عمر رضوان او عمر صلاح، ان دول كانوا حارسين موجودين معايا في بطوله افريقيا.
او مصطفى شوبير اللي كان له دور كبير جدا معانا في الفتره السابقه بما فيها البطوله الافريقيه، ما كانش ليه نصيب فيها، انما من الناس اللي ادت ومن الرجاله اللي تعبت وشقيت للمنتخب الاولمبي عشان نوصل كلنا للاولمبياد. صحيح جميل. الحاجه الثانيه، انا محمد الشناوي مش اول تعامل معاه كابتن محمد، والله محمد الشناوي كان سبق التعامل معاه في موسم 2010 2011 2011 2012 في نادي طلائع الجيش مع كابتن فاروق جعفر سنتين، فده من الرجاله اللي انا بقدرها وبحترمها. سهلت عليك الامور يا كابتن شويه برضه في التعامل؟ طبعا طبعا، احنا سنتين شغل مع بعض في نادي طلائع الجيش، انا فاهم هو بيحب ايه وهو فاهم انا بحب ايه وبشتغل ازاي، فالموضوع ما كانش بعيد عن الدنيا وعن فكرنا، انما الحمد لله ان ربنا كرمنا ان يقدم محمد الشناوي بطوله كبيره وبطوله تحدث عنها العالم كله وجميع المنتخبات المشاركه كان حديثهم الشاغل هو محمد الشناوي. حقيقة كابتن، خليني اقول لك على المباريات الثلاثه كابتن، ويمكن لكل مباراه وكل فريق ليه طبيعه لعب في الجزء الهجومي، وبالتالي التعامل معاه من خلال طبعا لو كنتوا بتشاهدوا الفيديو بتشاهدوا المباريات الخاصه بالفرقه دي، كنت بتدي التعليمات ازاي للشناوي بالنسبه لاسبانيا وبالنسبه للارجنتين وبالنسبه لاستراليا وحتى البرازيل يا كابتن؟ احنا كنا بنقعد نتفرج خلال الماتشات الثلاثه الاولانيين يا كابتن محمد، وخلال الماتش اللي هو دور الثمانيه ومباراه البرازيل بنتفرج على كل منتخب على حده، نقاط كل التكتيك الخاص باداء المنتخبات اللي كنا بنلعبها كلها، وكنا بنقدر نجيب كمان يعني نضيف عليه لان دي مهاره خاصه لكل لعيب وبالاخص بالمجموعه والخط الهجومي اللي بتشتغل لكل منتخب من المنتخبات الاربعه اللي بنلعبها، هو بيلعب ازاي في ناديه، لان انت بتقدر تجيب اما تيجي تشوف كابتن سيد هيبقى فاهم، وحضرتك كراجل مهاجم لنادي كبير زي النادي الاهلي ولمنتخب مصر كنت بتقدر تعرف يعني ايه التكتيك الخاص بالمدير الفني في الشغل اللي بيشتغله، وايه المهاره الفرديه اللي انت بتشتغل عليها اللي هو المدرب ما ينفعش حتى يقولها لك. فاحنا كنا بعد ما بنشتغل على الشغل التكتيك بتاع التيم اللي احنا هنلعبه كنا بنجيب كل لعيب في ناديه بيلعب ازاي وبيشتغل ازاي. ونقعد نتفرج على ده ونقعد نذاكره كويس وهم يتفرجوا عليه الحراس ويذاكروه معانا ونشتغل عليه في الملعب بشكل كويس، ونقعد نحكي الموضوع كل لعيب فيهم هيعمل ايه عشان بعد لما نشوف التكتيك الخاص بيهم في الضربات الثابته في الضربات الركنيه في التمريرات في الكروسات في اللي بيلعب على القائم الاول بيلعب، نشوف المهاره الفرديه لكل لعيب بيعمل ايه عشان نحط ده على بعضه ونخش نقدر نشتغل على الشغل ده. اصعب المباريات يا كابتن بقى؟ والله ما كانش في مباراه سهله كابتن محمد، بس في يعني الشناوي ما شاء الله يعني في البرازيل وفي استراليا يعني وفي برضه في مباراه الارجنتين كان هو النجم يا كابتن ما شاء الله يعني. بص ما عشان كده انا بقول لك ما فيش مباراه سهله، انت بتلعب اسبانيا ده بطل اوروبا، بتلعب الارجنتين ده بطل من الابطال، بتلعب استراليا كانت الحصان الاسود اللي موجود في البطوله وكانت مفاجاه للناس كلها وتقدر تتغلب عليها وتكسبها، بتلعب البرازيل هو البطل لحد ما انا بكلمك دلوقتي البطل الحقيقي للنسخه الاخيره للاولمبياد، فانت ما بتلعبش حد سهل يعني، للاسف كانت المجموعه الثالثه اللي احنا وقعنا فيها والمجموعه الرابعه اللي انت بتاخد منها بعد مراحل الصعود كانت فيها منتخبات كبيره ومنتخبات تقيله، كان المجموعه الاولى والثانيه اسهل بكتير لو احنا القرعه خدمتنا ان نوصل للحته دي، انما انت للاسف الشديد وقعت في موضوع كله صعب، انما وكنا احنا رايحين كجهاز فني اللي بشكر فيه كابتن شوقي غريب وجهازه الفني بامانه كلهم تعبوا وشقوا عشان يعملوا حاجه للكره المصريه ويرجعوا بانجاز كبير من الاولمبياد، انما تقديرات ربنا كلها خير وما كانش لنا نصيب ان احنا نخرج من منتخب كبير زي المنتخب البرازيلي، فكلها تقديرات ربنا وبشكرهم على تعبهم وبشكر مجلس اداره الكابتن احمد مجاهد والاستاذ احمد حسام والاستاذ محمد الشواربي على المجهود اللي قاموا بيه مع البعثه المصريه وتوفير كل اللي احنا عايزينه هناك، وبشكر اللعيبه اللي كان عندها اصرار كبير جدا، انما اما تيجي تشوف الوضع وده مش مبرر يا كابتن محمد طبعا اي حاجه، انما احنا لعبنا اربع مباريات في 10 ايام مع اكبر منتخبات مصنفه على مستوى العالم. ده حقيقي. وفوق ده كله انت كنت بتقعد تتنقل من بلد لبلد، يعني بتقعد يعني تلعب وترجع تسافر عشان تروح تلعب تاني وترجع تسافر عشان تلعب تاني، يعني بشكر اللعيبه بصراحه. خليني اخدك لسؤال يا كابتن يعني خاص بحراسه المرمى، وهي
كيفية التعامل مع الحراس اللي هم صبحي وجاد في وجود الشناوي؟ يمكن طبعا انت عندك يعني كان الاثنين دول حراس اساسيين وكان هم المفروض هم اللي هيكونوا المشاركين اساسيين، وبعد اختيار الشناوي كوجوده كحارس مرمى، ازاي تتعامل معاهم نفسيا او تعاملت معاهم كابتن اسامه نفسيا ان الوضع بالنسبه لهم ان هم هيقعدوا على دكه البدلاء او مش هيلعبوا؟ بص طبعا يا كابتن محمد رقم واحد احنا عندنا الصبحي افضل حارس في افريقيا لحد ما بطوله افريقيا تحت 23 سنه القادمه تتلعب هيفضل محمد صبحي افضل حارس في افريقيا. محمود جاد من الحراس اللي سمع كبير جدا في الدوري المصري. انما لو شفت تصريحاتهم الاثنين يعني محمد صبحي ومحمود جاد ودي موجوده يعني هتلاقيها مسجله تمام ان هم عندهم استعداد ان الشناوي يروح وهم ما يروحوش. ده جميل الكلام ده. فاحنا بنتعامل لو انت هات كل تاريخ المنتخب الاولمبي من بدايه 2018 لحد النهارده يعني 3.5 سنين بالظبط او اكتر بشهرين يعني 3 سنين و8 اشهر كل الفتره دي مفيش حدوته او حاجه تسمعها عن حراسه مرمى المنتخب او لعيبه المنتخب الاولمبي. احنا بنعيش كلنا كمركز حراسه مرمى وكلعيبه كتيم باكمله كاسره واحده. تمام. فاللي بيخش معانا الثلاثه الكبار مش الشناوي بس فاصبحوا من هذه الاسره. فالموضوع بالنسبه لنا نجاح يعني الشناوي ما ينجح هم عارفين ان هم محمد صبحي نجح. والتعامل الشناوي بقى معاهم يا كابتن كان ازاي؟ الشناوي في حاله احترافيه كبيره جدا. في حاله نضوج فكري ونضوج ذهني ونضوج احترافي في تعامله، وكان بيتعامل ان هو اخوهم الكبير وازاي كان بينقل لهم الخبرات بتاعته بامانه. لا في حاله حب كبيره جدا انا كنت سعيد بيها جدا وكنت برتاح فيها جدا وكنت كل ما ربنا يكرم في الاداء وبيكرم اداء الشناوي كان دايما واحنا لما بنيجي نتكلم بنقول ان النجاح ده مش للشناوي، النجاح ده لمحمد صبحي ولمحمود جاد حتى الرجاله اللي ما جاتش ممثله المنتخب الاولمبي اللي هي كانت موجوده في مصر عمر رضوان وعمر صلاح ومصطفى شوبير نجاح الشناوي بيمثلهم كنجاح ليهم كجيل ان هيبقى هم النواه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اخيرا يا كابتن الفارق ما بين الشناوي في طلع الجيش وانت بتقول لي يعني من فتره طويله والشناوي وفي الاهلي في الوقت الحالي، قول لي كده نقاط بالنسبه له. لا بص طبعا هنقول ان فرق السنين هي فرق الخبرات. ودايما انا عندي مقوله خاصه وعلى عقيده كبيره جدا بيها كابتن محمد ان نضوج حارس المرمى القروي بيتم بعد سن ال 30 سنه. بعد سن ال 30 سنه بتشوف الحارس مهما يكن عنده في اللي سبق من اداء مميز انما بتشوفه بشكل ثاني وبطعم ثاني في بعد سن ال 30. وتيجي لو تفتكر ان اول حدث مهم في حياه الشناوي كان كاس العالم، صح؟ مظبوط مظبوط. كاس العالم كان سنه 2018 والشناوي مواليد 88، يعني اما تم من سن ال 30 سنه. هو دي بدايه النضج خلاص بقى يبقى يحترف يا كابتن دلوقتي. خلاص لا بصراحه يستحق الاعتراف وانا بقول اهوت وخلي بالك الشناوي لحد ما رجعنا يا كابتن محمد لحد ما وانا بكلمك دلوقتي هو افضل حارس موجود في الاولمبياد. ممكن ياخدها يا كابتن؟ ممكن ياخد نعم. ممكن ياخد افضل حارس في الاولمبياد في نهايه البطوله؟ لو ما ظهرش حارس في دور في الدور اللي قبل النهائي والنهائي بيمثل دور كبير لمنتخب بلده في تحقيق البطوله. نتمنى طبعا. لو ما ظهرش ده ممكن يكون وارد لمحمد الشناوي لان لحد لما مشينا لدور الثمانيه محمد الشناوي هو افضل حارس موجود في الاولمبياد لحد دور الثمانيه. يا رب ان شاء الله. في دور ال 16 16 فريق 18 حارس شاركوا هو افضل حارس في ال 18 حارس اللي شاركوا على مستوى العالم ومنهم خلي بالك يعني بنتكلم في سيمون حارس مرمى المنتخب الاول الاسباني. اول اختبار لي كان قدام كوت ديفوار الفرصتين اللي راحوا على الجون تقريبا جونين يعني هم كسبوا 5-2 في اخر كوت ديفوار انما الفرصتين اللي راحوا على المرمى كانوا في الاخر جونين فبتهيألي ان هو الحمد لله نتمنى كابتن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله مش خلي بالك يعني مش محمد الشناوي فقط يعني محمد الشناوي وكل لعيبه منتخب مصر اتمنى ان كاس العالم اللي جاي واحنا بنتفرج عليه نشوف ان كل النوايا هم النوايا يا كابتن تكون لعيبه محترفه ان شاء الله يا كابتن بامانه امكانيات وقدرات اللعيبه الكبيره اللي موجوده في مصر
ومنهم الكابتن احمد حجازي اللي انا بشكره شكر خاص جدا، كابتن محمد الونش اللي انا بشكره، محمود الونش كابتن، محمود الونش سوري، محمود الونش انا بشكره جدا. اللعيبه فعلا محترمه كبيره محترمة في كل حاجه، لعيبه مؤدبه، لعيبه محترمه، لعيبه ما تحسهاش ان دي نجوم كبار، ما تحسهاش ان هم نجوم منتخب اول، لا بامانه كلهم بيستاهلوا السلامه. وبشكر الحمد لله على سلامتكم يا كابتن شوقي غريب وكل الجهاز الفني وكل لعيبه المنتخب على الروح الرجوليه اللي هم ادوا بيها في الفتره السابقه من اجل اسعاد الشعب المصري. الحمد لله على سلامتكم كابتن وهارد لك، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. طبعا يعني الفتره اللي جايه كابتن اسامه كريم واحد من المدربين حراس المرمى دائما لمنتخب منتخبات مصر متواجد، يعني المدربين المميزين جدا. اشكره شكرا جزيلا، وتوضيحه طبعا الامور الخاصه بالشناوي وحراسه المرمى وكيف التعامل في او كيفيه التعامل في المباريات الاربعه اللي لعبها المنتخب بالنسبه لحراس المرمى. ان شاء الله يعني التوفيق ليهم، وزي ما قال كده نشوفهم نواه اساسيه. رايك يا كابتن قبل ما اخش على مباراه الاسماعيلي بالنسبه للمنتخب؟ سيره ماتش كوتوفار واسبانيا، اسبانيا انا اتفرجت عليه. كوتوفار كسبانه، جابت الجول الثاني في الدقيقه، والفضل كان نص دقيقه، الحكم ادى 5 دقائق، كان ماتش جامد انا عارف. في الدقيقه 4 لا في الدقيقه 4 ونص قبل الدقيقه 5 ففي ضربه ركنيه، فاتلعبت الكوره بقت تنط هنا تنطره، راح جايبينها جول اسباني. بعد كده فتحوا خلاص، فاضل 15 ثانيه وتكسب. يعني 15 ثانيه وتخش المربع. يعني طب انا ده واموت واعمل وانت خبرات بقى كابتن. خبرات طبعا. يعني قول لي رايك في اداء المنتخب الاولمبي يا كابتن قبل ما نبتدي الاسماعيلي. بص المنتخب الاولمبي هو شو غريب، لعب على قد ظروفنا، هو خاف من الفرق وفعلا لازم يخاف. لما يبقى عندي الشناوي احسن لعيب ومحمود الونش، ولما احمد حجازي طلعوا احسن لعيبه، وانت شايف واحنا بنلعب البرازيل الشوط بتاع احنا بنلعب على جول واحد. ده في الاريا اللي عمالين يحركوها في الاريا، لان يعني ما بالك لو بنلعب مفتوحين. هو عارف قدنا ايه وعارف احنا بنلعب مين، والكورونا دي اثرت على الفترات بتاعت المنتخب بتاعت التاهيل واحنا بالذات بالذات يعني كان عامل اعداد كويس. فهو لعب على قد مجهودنا على قد ما نقدر. لو كنا فتحنا كنا اتغلبنا كتير من البرازيل بامانه يعني بامانه. وبعد هو لعب اول حاجه لعب انه عمل درون مع اسبانيا، اسبانيا بطلت العالم صحيح. الارجنتين اتغلب من الارجنتين 1-0، وكان ممكن يكسب الارجنتين اول تايم 3-4 خرجتها كده كده. فاللي بيضيع هو اللي بيستقبل. تاني ماتش كسب استراليا، فدخل قابل بقى البرازيل سوء بخته. يعني لا. لا هو على فكره انت لعبتها، انا بقول احنا لعبنا البرازيل هنا وكسبناها 2-1 بس ما كانش بكامل العدد طبعا والنجوم الكبار اللي كانوا متواجدين. يعني هم الماتشات الوديه لاوروبا انساها، بيجوا تفسحوا او لما تروح اي حته مش في دماغهم. انما دول يعني اسمها البرازيل برضه كابتن. امال ايه؟ واسبانيا فيهم 7 كانوا بيلعبوا في اليورو المنتخب الاول ازاي بقى؟ واحنا عندنا ما احنا عندنا المنتخب الاولمبي فيه عدد كبير موجود في المنتخب الاول. بس انا ليا يعني ليا نظره بعد كده. المفروض بقى برضو دي دوره اولمبيه، يعني برضو الثلاثه اللي ما راحوش كان امنيتهم برضو يبقوا في المنتخب الاولمبي في دوره اولمبيه. يعني انا من رايي ما ناخدش حد بعد كده غير الفرقه اللي خدت بطوله افريقيا. يعني الفرقه بتاعتي هناخد بتاعتي بقى، هتغلب اتغلب. طب لو ما كانش موجود الونش يا كابتن وحجاز والشناوي كان ايه اللي ممكن كان يحصل؟ كان هيلعب كانوا احسن. يعرفك افتكر كان هيلعب. امال ايه؟ يعرفك مش ممكن انت بقى دي كوره يعني هل في حد في المنتخب الاولمبي احسن من الثلاثه وانت دول؟ تقول استراليا تكسب الارجنتين 2-0 وانا بلعب اول تايم الارجنتين هجيب 3-4 تجوال هتغلب من الارجنتين 1-0. استراليا بقى يعني ما استراليا كسرت الارجنتين اول ماتش، وانا مع اسبانيا بطلت العالم عامل درون. اي نعم كنت بدافع انما عامل درون الطريقه اللي بتناسبني انا بلعب بيها. اوكي المفروض بعد كده يعني يبقى يعني المفروض بقى الانديه تبقى كابتن انت طبعا اللجنه الاولمبيه والاتحاد الاتحاد العالمي لكره القدم الفيفا بيدي الفرصه انك تستعين بثلاثه، فالمشكله ما استعين بيهم. كويس استعين بيهم. يعني هقول لك يعني انا كنت بتفرج النهارده، يعني شفت انت اللاعب المصري اللي خد بطوله خد ميداليه ذهبيه لقطر رفع الاسقاط عندنا قال لك مستواه لا يصلح زي البنت امريكانيه بتلعب حديد. لا بس انا احنا كابتن بس عشان كان معانا كابتن شفيع العريان وباباه حتى من تصريحات والده قال لك هو موجود من بدري قوي هناك وهو صغير، فبالتالي هو اتمرن وعاش حياته كلها كويس. عاش حياته ما انا اجيبه مش مشي يعني مثلا مش انا مش المفروض انا
براقب وبعرف لعيبتي واعرف ولادي زي بقى امريكيه. قال لك لا تصلح. النهارده خدت ميداليه ذهبيه وعملت ريكورد ما حصلش، هيتحسب باسمها مثلا خمس ست دورات في الحديد. فاحنا ما احنا عندنا وبعدين طبعا. اول ما جبنا ميداليتين قلنا اهداء للسيد الرئيس ميداليتين برونزيتين، ما تستنوا لغايه لما ناخد واحده دهب ولا حاجه عشان تليق باسم الرئيس، يعني ما تستعجلوش استنوا. وبعدين السباح بتاعنا انا اتفرجت على سبع اشواط الاول وبعدين الشوط الاخير طلع الثالث طلع ترتيبه ال 16 بره البطوله. فطبعا عاوز استعدادات. انا في سباحه استراليه ابهرت العالم كله واخدت سبع ميداليات يا كابتن في السباحه. طيب انا بقول لك ما انا عندي وبعدين المصاريف بتصرفها احنا بص مشاكل مشاكلنا الرياضيه كتير. اللجنه الاولمبيه كان كل مشاكلها المشكله بتاعت مرتضى منصور، نشيل مرتضى نجيب مرتضى نحط دي المشكله، انما عندنا لعيبه عاوزين استعدادات طبعا، واللعبات مهم جدا ان احنا نركز معاهم. امال الالعاب الفرديه دي عاوزه عندنا عاوزه رعايه عندنا نجوم كتير في الالعاب. امال ايه عاوزه رعايه وعندك اقاليم؟ ما انا عندي في الاقاليم اجيب، ما عندك البت المصريه بتاعت الحديد فينها بتاعت اسماعيليه، ما حتى عندك رفع الاثقال اصلا كابتن موقوف كله انه مشطات الاتحاد نفسه لانه ما فيش مراقبه كله منشطات. طيب اطلع طب كابتن ساره سمير عشان بس لو انت كابتن ساره سمير قصدك على كابتن ساره سمير سواء اصلا الاتحاد المصري لرفع الاثقال كان تم وقفه بالتالي طبعا ما شاركش في الاولمبياد. هطلع لفاصل وارجع لكابتن سيد بازوكا نتكلم على المباراه القادمه بالنسبه لنادي الاسماعيلي واولها امام بيراميدز، مباراه منتظرينها احنا تكون مباراه قويه لان الاسماعيلي رجع لعهده طبعا وقوته وايضا بيراميدز مليء بنجومه، فمنتظرين مباراه قويه من خلال طبعا هذا اللقاء. مع حضراتكم مكملين وكابتن سيد بازوكا. كابتن سيد خلينا اكلمك على الماتش الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء الاسماعيلي وبيراميدز يا كابتن، وقدره الاسماعيلي على المباراه دي، هل ممكن الاسماعيلي يقدر يعني يتخطى العقبه دي؟ عقبه قويه امام نادي بيراميدز اللي ممكن يكون مش في حالته الطبيعيه في الدوري ممتاز. بس حتى لو اي نادي بحالته الطبيعيه مع اللي عمله ايهاب جلال مع اللعيبه واللفه زي ما قلت لك في الاول لفه الجماهير، الاسماعيلي عاد تاني. والاسماعيلي السنه دي مش هيبقى في مركز متقدم، يعني مش هيبقى في المربع، بس الاسماعيلي بس ممكن اقول لحضرتك يا كابتن يعني من جدول الدوري قدامي اهو الاسماعيلي في مركز 11 35 نقطه، انت عارف ما بينه وما بين المربع الذهبي كام نقطه؟ ست نقاط كابتن. معلش انا بس برضه مش عاوز اعشم جماهير الاسماعيلي واخليهم قلقانين. اذا جد فضله عدل من عند ربنا يعني دي حاجه تبقى كويسه، انما عاوز اقول احنا رجعت السمعه بتاعت نادي الاسماعيلي، اسم الاسماعيلي عاد زي الاول. احنا برضو ما نساش عندي ماتشات قويه. ده جدول الدوري يا كابتن. بص الاسماعيلي عنده 35 نقطه 11 في المركز 11. البيراميدز اللي هو في المركز الرابع 41 نقطه. تمام يا كابتن، يعني فرق 6 بونت 6 نقاط. انا عندي ماتشات كسبته انت طلعت يا كابتن. انا عندي بيراميدز وبعدين عندي الاهلي وبعدين عندي الزمالك. الزمالك 14 اغسطس وبعد كده عندك عندك مجموعه من اللعيبه. وعندي بعد كده وادي دجله وبعدين عندي سريم الجيش طرائق الجيش وبعد كده سيراميكا كليوباترا. يعني عندي برضه ماتشات قويه. عندك الاهلي الزمالك بيلعبوا على الدوري. وعندك بيراميدز برضه عايز يسيبها في المربع الذهبي لانه كله دلوقتي بيسعى انه يلعب افريقيا اكيد. انما احنا هقول لك الحمد لله احنا السمعه رجعت بتاعت الاسماعيلي، الاسماعيلي ان شاء الله هيعود لو ما عادش السنه دي السنه الجايه ان شاء الله اذا ربنا حيانا هيبقى موجود الاسماعيلي الضلع الثالث للكره المصريه. ده امامنا على الشاشه المباراه المتبقيه للنادي الاسماعيلي. الاسماعيلي يوم الاربعاء، بعد كده الاهلي يوم 11 اغسطس، ثم الزمالك يوم 14، يعني بعديها كمان بثلاث ايام ماتشات الثلاث ماتشات القويه امام الفرق الكبيره ورا بعض على طول. بعدين عندك فين؟ ده انت عندك الاهلي بره وعندك اسماعيلي الزمالك اسماعيليه وبعدين انبي بره. عندك واحد من الثلاثه بس في اسماعيليه. طب اللي عاوز يكسب ما تفرقش معاه بره ولا جوه. حتى مباراه امام وادي دجله، ما وادي دجله عايز يبعد عن شبح الهبوط عن الهبوط. وبقى عندك طلاع الجيش عاوز يلعب، طلع الجيش راح افريقيا السنه دي بيفكر طبعا بقوة. لا مش بيفكر، هم اختاروه بالنسبه عشان كاس مصر كان الوسيط. وبعدين سريمه بكره سريمه بقى
سيراميكا كليوباترا ما ننساش انها برضو عاوزه تبقى في موقع كويس، بالذات بعد ما غيروا ضياء. طبعا ضياء مدرب كويس، ما اعرفش اتغير ليه، رجعوا المدرب كابتن هيثم بتاع فاروق هيثم مدرب كويس، ما اعرفش اسمه هيثم كابتن هيثم كابتن هيثم شعبان نعم كابتن هيثم شعبان هيثم شعبان هو اللي طالع بيهم، هو الراجل عامل معاهم في الاول نتائج كويسه، وبعدين جابوا ضياء وبعدين جابوه يعني رجعوا تاني ليه. فعاوز يعمل برضه، عايز يرجع، يثبت انه كويس. وكله بقول لك الماتشات كلها السبع ماتشات اللي فاضلين مفيش فرقه صغيره وفرقه كبيره. بس انا مطمئن للاسماعيلي، الحمد لله زي ما قلت لك في الاول واحنا في بيتنا. كان يهمك انك تخرج بره المنطقه اللي انت كنت فيها في الاول. بس انا يهمني ابقى من العشر الاوائل، ابقى التاسع الثامن ما تفرقش معايا. ما تزعلش الجماهير يا كابتن. نعم ما تزعلش الجماهير. انا بقول الحقيقه بس عشان ما بقاش زي الناس بيقول لك احنا في المربع الذهبي. احنا مش مربع ذهبي. اللي يقول احنا في المربع الذهبي بيضحك على نفسه. لا انا بص انا واقعي وما بحبها ما عمري ما حسبتها بالعاطفه، انا بحسبها بالشغل. فعشان برضه ما نضغطش على ايهاب جلال والجهاز بتاعه واحنا مربع الذهبي ويبقى داخل مشدود لعبته مشدودين، لا احنا الحمد لله رجعنا تاني. نقول اسماعيل الحمد لله رجع. نقول كل نقول الحمد لله رجع بالسلامه. طيب خلينا اكلمك بقى، احنا بنتكلم على فريق اسماعيلي وبنتكلم على المباراه القادمه، يعني مباراه صعبه، لكن عايز اكلمك على اللعيبه كابتن. ايه الفرق بالنسبه للعيبه ممكن تكون انت كنت شايفها مش موجوده اصلا؟ انت كنت بتيجي تكلمني على مثلا تشيلونجو مثلا كابتن، كنت بتقول لي ما ينفعش. تشيلونجو واحد من الهدافين فريق الهدافين اسماعيلي، فخر الدين بن يوسف كابتن. شوف كمان الاهداف اللي بيضيعوها عامله ازاي. يعني ده دلوقتي بقوا يقول لهم الماتشات الرسميه بيقول لهم ده تمرين، لانه بيجيبوا التمرين كويس. يعني لسه كسبانين ابها السعودي 1-0 جاب جول شيلونجو. يعني ماتش ودي. كان عندك الطاي امبارح كابتن كسبته 2-0 شيلونجو. فانا بقول لك يعني اللعيبه قدر ايهاب جلال بالجهاز بتاعه يلموا اللعيبه جنب الجماهير، جنب كل طلباتهم مجابه. كل طلباتهم مجابه، ما فيش واحد ليه مليم في النادي. كل فلوسهم خدوها. احنا عندنا بس المشكله دلوقتي الطويله، الاستاذ محمد طويله اللي هو الغرامه مشكله ابراهيم حسن. دي بس مشكلتنا بقى. المجلس اللي يجي هيجي حلو قوي الكلام ده. خلي بالك انت كنت برضو عندك مشكله مع مجلس الاداره في انك بتهاجمهم في نقطه عدم الاستقرار واختياراتهم للمديرين الفنيين. ما انا بقول لك دلوقتي الحمد دلوقتي لله دلوقتي الامور ماشيه ازاي. وانا بقول لك دلوقتي الحمد لله ما ده خلاص بقت قاعده، كل مدرب يجي حتى من ولاد النادي لازم يجيب الجهاز بتاعه. المدرب اللي هيجي مش هجيب الجهاز بتاعه ويتفرض عليه اللعيبه المدربين معينين، بقى راجل جاي يعيش. كل واحد يجي يجيب جهازه. وبعدين اكتب في العادي بتاعه، لو ما كانش الراون الاولاني او بعد خمس ماتشات او سبع ماتشات ما نطقش ما عملش النتائج المحققه للنادي اللي انت بتفعل عليه مشيه. مشيه، ما انت عندك عقد تكتب عقد وتحط فيه كل الشروط اللي انت عاوزها. تمام. انما كل مدرب يجي يجيب الجهاز بتاعه، مبقاش انا مفروض على اي حد. بس انا بص يا محمد انا ما بهاجمش. انا يهمني نادي الاسماعيلي. تمام. انا عمري ما هاجمت. الناس فاكره ان انا بهاجم، انا بقول الحقيقه. انا نادي زي الانتخابات، اي واحد يجي اربعه خمسه يترشحوا، اللي هاخدم نادي الاسماعيلي انا في ظهره. حتى لو فين بينه وبينه ايه، اللي بيجي يخدم نادي الاسماعيلي وهيسد الفلوس على النادي الاسماعيلي ويقدر يتعاقد مع ايهاب جلال ويقدر يجيب لعيبه انا في ظهره. جميل، حلو الكلام ده يا كابتن. انت اهم حاجه ان كان في فرق حصل في المستوى الفني للفريق، وحاجه حصلت كمان مستوى الاداره نفسها اتغير، وده اهم حاجه واستقرار. كان في لعيبه يا كابتن محمد، في لعيبه بتفرضوا على المدربين. تمام. لعب فلان وجهز فلان، اعرض فلان للبيع كده. فدلوقتي مفيش حد يجرؤ يفرض على ايهاب جلال لعيب. ولا مخلوق في النادي الاسماعيلي يقدر يقول لايهاب جلال تلاته كام. هو المسؤول الاول والاخير عن الكوره في نادي الاسماعيلي. طيب عايز اسالك على ضغطه المباراه يا كابتن للفرق كلها. انا سمعتك وفكره الراحه الطويله اللي حصلت دي يا كابتن. انا سمعتك وانت مع كابتن احمد سامي. وبعدين سمعتك مع عبد الجليل. احمد سامي بيعترض على الراحه الطويله. وعبد الجليل مبسوط بالراحه الطويله. ما هي مش كل الفرق. طيب معنا يعني المدربين المصريين لو اجلت لهم والاجازه طولت يزعلوا، لو لعبتهم كل ثلاث ايام
يزعل. ما انا هقول لك يا كابتن، في فرق بيكونوا ماشيين ايه قطر، تيجي الراحه دي تيجي تلاقيهم بعد الراحه دي ضربوا غطس. خلاص دي مشكله مدربين. ما انا بقول لك اهو، في فرق تكون الدنيا صعب عليهم قوي وكانوا ماشيين وحش، بعد الراحه دي تلاقيهم في حته تانية. هل انت بتختار الاجازه دي لناس معينين ولا بتختارها لكل لل 18 نادي؟ هيلعبوا مع بعض كل 3 ايام، اللي بيمشي على الكل. لو انت اجلت الواحد لازم تاجل الكل، لو اجلت الواحد يوم لازم تاجل الكل يوم. يعني في واحد يستريح 4 ايام، واحد 3، واحد 4، واحد 5، كل 3 ايام ماتش. خلينا ننتهي عشان نخلص. احنا صدقنا كابتن لقينا رقم، ده اطول دوري في العالم. يعني ما صدقنا، ايوه بقول لك ده اطول دوري في العالم. فخلينا لو كان لسه هيطول، لو كان منتخبنا، ما انا بقول لك خلينا يا ريت كان منتخبنا طبعا كنا نتمنى كده. لا انا بقول لك ده اطول دوري في العالم. عاوزين نخلص، يخلص 30 اغسطس، نخلص 27 يا كابتن، نخلص. تخلص الناس، حتى لو عبيت ايد. انا ما افتكر اللعيبه مش محتاجين اجازه. انت المنتخب الاول هيخش يوم 30 تقريبا او 28 اغسطس. نقول لهم الحمد لله على السلامه، خدتوا اجازه 11 شهر، بقى يلعبوا عندنا ماتش انجولا. ان شاء الله ده اول ماتش هنا في القاهره، وكل التوفيق. ده بدايه تبقى ان شاء الله الكاس عالم يا كابتن ان شاء الله. يعني محمد لو نوصل كابتن، محمد لما عاوز تكسب انجولا واريتريا هتكسب مين يا محمد؟ خلينا نكون منطقيين بقى. يعني انت عندك دلوقتي فرقتين موجودين، عندك المنتخب اللي هم موجود وعندك الفريق الاول موجود. بس يبقى العدل، الاختيار للعيبه بالعدل. في لعيبه كويسين في الانديه تانية لازم يتاخدوا، لازم يتاخدوا. اعتقد كابتن يعني كابتن حسام مش هيختار حد ممكن ما يكونش هيستفاد بيه. بس اي مدرب في مجامله لحد، يعني اي مدرب في الاتحاد بيبقى مضغوط. المدرب المصري مضغوط. لو ما خدش من الابيض والاحمر بتبقى نصيب. الاصفر لا، يعني الاصفر غلابه. انت في حد في الاصفر ازاي ده؟ حتى هو في الوقت الحالي يا كابتن، هي فكره الكواليتي نفسه. نادي اسماعيلي بيحاول يرجع اللعيبه اللي كان في يوم من الايام كل المنتخب ممكن تلاقيه جزء كبير من لعيبه نادي اسماعيلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله احنا كنا 4 باستمرار في منتخب مصر، بس الاربعه عشان هم يستحقوا يا كابتن. ما نحن هو انت اربعه اربعه محمد، ما انت كابتن منتخب وكنت موجود. هو حد في الاقاليم يلعب في منتخب ويبقى كابتن منتخب غير لو كان لعيب فلتة؟ طبعا طبعا يا كابتن. يعني طيب عندي فقره الصور يا كابتن. احنا جات لنا بقى خلاص، احنا معادنا مع فقره الصور، هنبتديها مع حضرتك. لان نقطه الصور دي وتعليقك عليها دايما جماهير الاسماعيلي بتحبها. يعني انا دايما كابتن سيد بازوكا كده ليه تعليقات طبعا. فقره الصور هبتديها باول صوره كابتن، كابتن عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن هنا مؤدب. كابتن عبد الرحمن مؤدب ولاعب او هتكلم على اخلاقه. انا ما افتكرش انه ممكن يغلط وممكن يعمل اي حاجه تسيء لاسمه الاول والناديه وتسيء لبلده. حصل سوء تفاهم واتمنى ان تتلم بسرعه، والتحقيق لو في تحقيق يخلص في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. يبقى الامور بسيطه وما فيهاش اكتر من سوء تفاهم ان شاء الله. كابتن عبد الجليل الحمد لله على سلامتك يا بوب، عملت حاله في النادي ورجعت اسم النادي ولميت اللعيبه وربنا يكرمك انت وجهازك يا رب. كابتن على ابو ريشه عمل حاله كويسه هو وعماد، خدت بالك؟ بس لجنه، ما فيش لجنه في الدنيا بتبقى باتنين، المفروض لجنه بتبقى 5 6، فهو اختار 2 على عشان تبقى الامور هاديه. طيب الصوره بعدها كابتن عماد سليمان. ما قلنا على عماد نفس اللي قلناه على علي، هو على عماد. بس عماد عاوزه يعني بات، وهو مدرب ما كانش ليه تصريح نهائي، دلوقتي تصريحه كترت. حلو، ما هو لا النهارده التصريح احنا او انا ما انا الاداره انا المسؤول عن ان انا ايوه بس انا في تصريح. امال انا عندي متحدث اسمي بيعمل ايه؟ تمام، يعني عندي علاء وحيد بيعمل ايه؟ هو متحدث رسمي للنادي بشكل عام. أيوة، لكن الكوره ممكن كتعامل الكوره دي بتاعت اللجنه وبتاعت الجهاز طيب الفني. انما في المشاكل انا عندي متحدث رسمي. تمام. طيب باهر محمد يا كابتن. باهر الحمد لله على سلامته، باهر ربنا يكرمه اهو واحده واحده. تلاقي بدر كابتن بعنا كابتن، ولد من اولاد النادي، خلاص في قرار من الجماهير وقرار من اللجنه الفنيه، وقرار من ايهاب جلال، ما فيش حد يمشي من النادي نهائي. تمام. ولما يجي مجلس الاداره الجديد هنقول له نفس الكلام. تمام. الصوره اللي بعدها ابراهيم عثمان. ابراهيم عثمان عاوز اقول لك حاجه،
لو بطل العند هبقى انسان كويس. تمام. الصوره بعدها فخر الدين بن يوسف كابتن. يعني انا ما يعني هو جاي دلوقتي عمل حركه كويسه مع النادي ممكن تخلي النادي يتمسك بيه انه عقده خلص وجاي يكمل بدون عقد. هدف فريق برضه خلي بالك. هدف فريق بتلعب خمس بلاك هو جاب كم هدف؟ سبعه؟ تقريبا اه. امال اللي تسعه كابتن جاب تسعه. امال اللعيبه اللي لسه تسعه تسعه. في واحد جاب 16 هدف ده محمد شريف ومش عارف كان مستخبي فين محمد شريف يعني. اللي ما كانش بيلعبه ده لازم يتحاكم. والله العظيم. ماشي يا كابتن. عندنا الصوره اللي بعدها محمد شريف اهو. محمد شريف آه. محمد لعيب كويس وانت آه. واسمه ايه ده اللي بيلعب في تركيا مين؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد انتوا جنب محمد صلاح انتوا مستقبل الكره المصريه ان شاء الله. كابتن شوقي غريب هارد لك شوقي انت مدرب كويس عملت اللي عليك وهارد لك بس عاوز اقول لك ما تبقاش تخاف والعب ما تخافش انت مدرب كويس. اخر صوره كابتن معانا كابتن محمد شناوي بطل وكلمه بطل قليله عليك. انا هاجمتك يا شناوي من 3 سنين قبل ما تروح كاس العالم لانه كان مستواك قليل وانا بحلل في قناه النيل للرياضه بحلل ما بحللش الماتش كله بحلل الاهداف والطلوع بتاع الحراس واللعب ومش عارف ايه بس بعد كده انا في ظهره وديته حقه واعتذرت له واقول له انت انقذت مصر من هذه المحققه في جميع الماتشات. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. نسعد بيك وبنسعد بجمهور نادي الاسماعيلي اللي انت قلت لنا ان هو متابعنا بشكل جيد وده حاجه انا بنعتز بيها طبعا هنا في البريمو. نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. انا بشكرك بشكر قصه البرنامج طبعا كل سنه طيبين لان انا بقالي مده ما جيتش. كل سنه طيب يا كابتن. تيجي باستمرار ونسعد بيك باستمرار. ربنا يخليك. ان شاء الله بكره حلقه جديده من البريمو تصبحوا على خير.